احنا هنا موجودين فين حضراتكم؟ سيناء، أرض الفيروز، منطقة شرق القناة، قوات مكافحة الإرهاب شرق قناة السويس. المنطقة النهاردة كان عندنا احتفالية رائعة، كنت أتمنى كل المصريين يبقوا حاضرين النهاردة. إيه الحكاية؟ حكاية جميلة جدا، حكاية عمرها من التسعينيات. أهالينا عندهم أرض، الأرض دي بيزرعوها وما عندوش ولا ورقة، ما عندوش ورق بيزرع الأرض. اتعمل قرار تاني بقول تاريخي، أنا اللي قلت الأهالي اللي قالوا، وهو قرار بالفعل تاريخي. حضرتك متخيل وإحنا كلنا نعرف يعني إيه تمتلك أرض؟ لما الأول أنت بتزرع أرضك أي حد هيجي يعني ما عندكش ورق فخلاص، لكن النهارده انا عندي عقد موثق لقطعه الارض دي. اللي عنده 10 افدنه واللي عنده 20 واللي عنده 7 واللي عنده 8، ما شاء الله ما شاء الله، يعني توثيق. استلموا النهارده العقود الموثقه بامر من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاهالي اللي احنا النهارده شفناهم واللي اتشافوهم معانا والاحتفالات وسينا رجعت كاملة لينا ومصر ليه. أيوة طبعا، وهنا في عيد النهاردة بصراحة في عيد، لأنه بتشوف ده مع الناس وتشوف رد الفعل وتشوف اللي هو ما كانوش متخيلينه، إنه هاجي أنا في يوم أرض اللي بزرعها بقالي 40 سنة ولا 30 سنة وما عنديش ورقة تقول الأرض دي بتاعتي. النهاردة يبقى عندك عقد كامل ليك واللي بعدك والورثة واللي هو ده الموضوع، هو دي القيمة. فتخيل النهارده الاهالي كل واحد فيهم يقول لك انا كنت بحلم باليوم ده، احلم يكون عندي في يوم عقد، وكان لنا مطلب رئيسي، اعملوا لنا يا جماعه تقنين لاراضينا، وهو حق. نعم الدوله تعمل ده. وهنا انا بقول لكل مواطن سينا، النهارده الوضع مختلف. انا كنت هنا في ابريل 2022، مش في وسط، انا كنت في شمال رفح والشيخ زويد والعريش. الوضع النهارده مختلف تماما. الدوله عملت ايه النهارده؟ خلي بالك، لانه عناصر الارهاب زرعوا الاراضي دي، زرعوها عبوات ناسفه. فالدوله كان، او قبل ما تدي ارض للناس وتسلم ارض للناس وتطهر الارض، كان لازم تطهير هذه المساحات الكبيره من الالغام والعبوات الناسفة. ما انت مش هتودي واحد يروح ارضه هيموت، يحصل فيه انفجار هيموت. سيادة الرئيس كلف القوات المسلحة انهم يقوموا بتطهير الاراضي، عشان اراضي اولا نزرعها، والنهاردة بيتم زراعة مئات الالاف من الافدنة، بنتكلم 450 الف فدان، 450 الف فدان حضرتك، بالاضافة ل 300 تانيين، يعني بتكلم سينا النهاردة حوالي 750 الف فدان. شوف الرقم، سينا الفدان هنا، سينا صحراء او في الغرب او الدلتا او تشكا او غيره، يتكلف له حوالي 300 الف 400 الف تقريبا الفدان. اصل الموضوع مش يلا نزرع، نزرع اللي هو ايه يعني، كان بقى موضوع سهل قوي على فكره، اسهل حاجه يلا نزرع، عظيم. وبعدين طب انت في الصحراء ايه اللي محتاج؟ لازم تشوف